اتساقا برضو بالقضية الفلسطينية، الحقيقة امبارح اتكلمنا على فوز الكاتب والأسير الفلسطيني باسم خندقجي بجائزة البوكر العربية للرواية عن روايته قناع بلون السماء. معي السيدة أماني خندقجي شقيقة الكاتب والأسير الفلسطيني باسم خندقجي. سيدة أماني مساء الخير. مساء الخير لحضرتك ولكافة المشاهدين. يعني أولاً نحن نتحدث معك، أين أنت الآن؟ في رام الله أم أين؟ أنا أصلاً من نابلس، عائلتي تسكن في نابلس جبل النار، أقيم في رام الله مكان عملي. أنا حالياً موجودة في رام الله، ولكن وقت إعلان النتائج والفرحة الكبيرة كنت موجودة في بيت العائلة في نابلس. في نابلس، وكيف كان تلقي العائلة وبيت العائلة بالخبر؟ قبل ما أحكي لك كيف كان الخبر، أنا بدي أوجه تحية إجلال وإكبار لأهلنا الصابرين الصامدين في غزة، الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا اللي باتت قريبة جداً. ترجمت شعور الفرح خلال تلقي خبر فوز رواية باسم شعور لا يوصف. هو نوع من الشعور اللي ممزوج بالحزن والفرح، يعني بتحسي انه احنا كشعب فلسطيني من حقنا ان نفرح، من حقنا ان نتألق، بس دائما فرحنا منقوص بسبب الأوضاع اللي عم نعيشها احنا هون، يعني كلياتنا جسم واحد سواء من الضفة أو غزة. كنا مؤمنين إنه باسم رح يفوز بالجائزة، وكنا متوقعين الفوز. من 20 سنة إحنا ما فرحنا هاي الفرحة. طبعا باسم إلو يقبع بسجون الاحتلال الصهيوني 20 عام، فكانت يعني فرحة لا توصل، لا تترجم بالكلمات، صعب ترجمتها بالكلمات وبالأحرف. كانت يعني فرحة مش بس لعائلة الخندقجي اللي هي عائلة باسم، هي فرحة لفلسطين، طبعا فرحة فرحة للعالم لكل، العربي كله. أنا شخصيا صحيح وكل المصريين اللي يعني عرفوا بهذا الخبر عندنا سعادة بالغة. بعتوا الباسم، تواصلتم معه، هل عرف أنه أو علم أنه فاز بهذه الجائزة؟ لا باسم، احنا ما في تواصل يعني نهائيا من 7 اكتوبر مع باسم. باسم تعرض للعزل الانفرادي اول ما اعلنوا انه هو ترشح لجائزه البوكر، تم عزله لمده 14 يوم، 12 ساعه كان مقيد الايدين والاقدام، طبعا متعرض لحمله شرسه جدا من قبل اليمين المتطرف بقياده بن غفير. ما في تواصل، يعني نهائيا ما في تواصل. الشيء الوحيد اللي كنا نتواصل مع باسم فيه هي الزيارات، وتم ايقافها. الصليب الاحمر طبعا خذلنا جدا، تخلى عن الاسرى. المحاميين صعب جدا انهم هم ينزلوا يزوروا باسم، بس اكيد وانا متاكده لاني انا بحس في باسم وكلنا بنحس في باسم انه هو عرف انه هو فاز في هاي الجائزه. وانا بحكي اللي فاز هي الجائزة مش باسم، طبعا الجائزة هي فازت صحيح بباسم صحيح وفازت باسم فلسطين، طبعا فازت بإنه يعني حلم الأسرى وحلم باسم حلق في الفضاء عالي جدا. يعني الكلمات ولدت من رحم المأساة، من رحم الظلم والمعاناة والقمع اللي بتعرضوا له الأسرى. سيدة أماني، يعني 20 سنة في السجون الإسرائيلية، لماذا حبس ولماذا سجن باسم خندقجي؟ كلمينا عنه، فاضل كم سنة؟ طب 20 دخل وهو عمره كام؟ فاضل كام سنة؟ بيعاقب على إيه؟ باسم تم اعتقاله ب 2/11 سنة 2004، كان طالب صحافة السنة الأخيرة بجامعة النجاح الوطنية، حكم عليه بالثلاث مؤبدات مدى الحياة. المؤبد هو مدى الحياة، يعني مش محكوم بسنين، قضى من الثلاث مؤبدات مدى الحياة 20 عام، داخل في ال 21 عام. تم اتهامه طبعا في العمل المقاومة، يعني نعم. احنا عايشين تحت احتلال نازي صهيوني بيرتكب المجازر كل يوم، فحقنا المقاومة، سواء المقاومة في القلم بالكلمة،
في البندقية. اليوم الكلمة اللي خرجت من رواية باسم هي كانت أقوى من الرصاصة، وهذا المحتل بخاف منه أكثر، حلقت بسماء العالم كلياته. يعني اليوم ما تتخيلي قديش حجم التهاني والتبريكات اللي احنا تلقيناها، حجم الناس اللي فعلا بتعتز في باسم ووصلت لباسم، ويمكن باسم قدر يوصل هو شو بده من خلال هاي الرواية، تحت ظلم تحت قمع. يعني الرواية كتبت من طبعا باسم عاد في كتابة الرواية 6 أشهر، خرجت بطريقة معجزة، خرجت ازاي يعني غصب عن السجان، غصب عن السجان، ازاي طلعت من قولي لي ولدت. اماني، ازاي وصلتكم الرواية؟ يعني كيف تصل باسم كاتب وشاعر ايضا، ازاي وصلتكم الرواية؟ يعني صعب، فاهمة انت علي كيف، يعني صعب اشرح كيف وصلت، بس انها هي وصلت، طلعت، وصلت هي اهم طلعت في البريد حاجة. الاسرائيلي، طلعت في البريد الاسرائيلي على اعينهم، بس هم ما كانوا يعرفوا انه هاي رواية رح توصل للعالمية ورح تحصل على جوائز، وانه في اسرى مبدعين داخل السجون، فهذا اشي بقهر المحتل، انه حتى طبعا اسرانا مبدعين بطريقة طبعا اخراجهم لكتاباتهم اللي توصل للعالم عمالنا. يعني احنا اليوم مش بس باسم هو كاتب، عندنا كتاب أسرى يعني اثبتوا للعالم انه احنا قادرين. باسم اثبت للعالم في كتاباته انه الاسير الفلسطيني مش ارهابي، الاسير الفلسطيني هو صاحب حق، صاحب قضية، صاحب مبدأ، احنا بندافع عن ارضنا، عن تاريخنا، عن ارضنا اللي بيسلبنا اياها عمال الاحتلال، بندافع بشراسة وبقوة لانه احنا اصحاب الحق، وصاحب الحق دائما قوي. بس احنا اليوم كمان يعني اسمحي لي، احنا تفضل. اليوم لما باسم تلقى الجائزة واعلن الفوز عنها، احنا لا نخفي كوننا عائلة باسم خوفنا الشديد على باسم، وخاصة إنه بلشت الصحف الإسرائيلية منها يدعوك أحرونوت، جيروزاليم بوست، تحريض على باسم من جديد. التحريض من جديد، الراجل بيقضي سجنا مدى الحياة ل3 مؤبدات، فتحريض على ماذا؟ يعني ايه أسوأ من كده ممكن يحصل له؟ تحريض على كتاباته، تحريض على كل الأسرى اللي بكتبوا في السجن وعم بتعلموا، حتى وهم داخل السجن بخافوا منهم. يعني اليهودي أو الصهيوني هو إنسان جبان جدا، السجان جبان جدا، الجندي الإسرائيلي اللي بيقتحم بيتك وبيجي بيعتقل ابنك أو بنتك هو جبان متزج بالأسلحة، إحنا بنقاومهم بصدورنا العارية بكل قوتنا بكل ما أوتينا من عنفوان. اليوم المحتل الغاشم بخاف من الكلمة، بخاف إنه تطبق هاي الكلمات. يعني أنا بحكي لو في إنه يترشح باسم لجائزة نوبل للأدب يستحق، طبعا ليس يستحق. لأنه شقيقي، لا، لأنه يستحق والرواية تستحق، هي طيب فخر، فخر هل لكل الأمة. سؤالي بقى، ايه قصة صندوق الأسير باسم خندقجي لدعم أدب الأسرى؟ ما قصة هذا الصندوق سيدة أماني؟ تمام، هلا انا عائله الخندقجي تمتلك اقدم المكتبات بفلسطين، المكتبه الشعبيه موجوده في نابلس. هاي المكتبه هي مكتبه ودار نشر بنت ادب السجون، كونه باسم يعني كاتب، فاي اسير كان بكتب وروايته تستحق، طبعا كلهم يستحقوا الطباعه، كنا احنا نطبعها نسوقها ومردودها المادي يرجع لاهل هذا الاسير. هاي الفكره اجت من حياه والدي الله يرحمه، طبعا بهدي هذا الفوز لروح والدي، انشاها هو وعمي خالد، انشاوا هاي الفكره لمساعده الاسرى انهم يقدروا يطبعوا كتاباتهم وتطلع يعني للعالم. احنا عندنا اليوم اسرى جدا مبدعين، جدا كلماتهم تعبر عن الواقع، ومن ضمنهم يعني الشهيد الأسير الحر والحي فينا المفكر والكاتب والمبدع الشهيد الأسير وليد الدقة. يعني كمان طيب باسم أهدى فوز الرواية لروح وليد الدقة. طيب هذا الصندوق كتير ساهم في نشر كتابات الأسرى ورواياتهم.
طيب انا اعود بيكي للثلاث مؤبدات اللي حصل عليهم باسم، يعني المعلومات اللي عندنا انه بسبب عملية سوء الكرمل التي ادت الى مقتل صحيح. ثلاث اسرائيليين، يعني بالضبط ماذا حدث؟ يعني لو تذكري الناس عشان هذه عملية مقاومة، احنا عايزين نفهم عشان الناس تفهم ثلاث مؤبدات يعني. طيب شوفي، انا رح احكي لك. باسم في اخر سنه من الصحافه، في دراسه من الصحافه، كانت في طفله اسمها ايمان حجو، ايمان طفله غزاويه استشهدت نتيجه قصف منزلها بحضن والدتها. باسم كثير تاثر في ايمان فقرر انه ينتقم لايمان، فصارت عمليه الكرمل ب 2/11 نعم من ضمن الناس اللي خططوا لهاي العملية وجهزوا لها. بس كل ما فخر يعني فيها وكل ما اعتزاز فيها. وطبعا أنا شخصت براسم، أنا جربت الاعتقال، يعني جربت الإشي اللي عانى أخوي وجبره كمان. يعني آخر مرة اتصلتم بباسم قبل 7 أكتوبر، كيف كان اللقاء سيدة أماني؟ ما في اتصالات كانت. انا زرته بتاريخ 27/9 في سجن عوفر المقام على اراضي بتونيا في رام الله. كانت هاي اخر زياره لباسم، بعديها ما في اي اتصال نهائيا، هو بس عمليات القمع. طبعا تضييقات جدا صعبه على الاسرى، يعني اليوم انت لما بتحكي الاسير كانت في الزنزانه يقعدوا مثلا 5 6، اليوم تحكي انت على 15 و18 اسير داخل زنزانه يعني لا تستحق، ما فيش فيها اي مقومات حياه، طبعا لا ماء، لا كهرباء، لا اي وسائل اتصال وتواصل، حتى جهاز التلفاز او المذياع سحبوه، يعني حتى سحبوا الورقه والقلم من باسل. انجازات الاسرى كلياتها سحبت، حتى كميه الطعام اللي كانت تدخل للاسير اليوم تم تقليصها. نعم. يعني انت تصوري انه الاسير اللي موجود او مجموعه الاسر اللي موجودين داخل الزنزانه صاروا يقسموا حالهم، اليوم هاي المجموعه مكونه من 10 بدها تاكل، بكره المجموعه الثانيه اللي مكونه من 10 بتاكل، يعني قسموا حالهم عشان يقدروا يسدوا جوعهم، غير عمليه الضرب اللي كانت يعني يتعرض لها الاسرى، عمليه القمع. فواقع الاسرى جدا جدا صعب، يعني فوق يعني الخيال. يعني اتمنى احنا شفنا كيف، نعم شفنا كيف معامله الرهائن اللي كانت موجوده في غزه، كيف تعاملوا، وشوفي طبعا كيف تعاملوا، ما بتعاملوا هذا عمالهم هو بتعرضوا الفرق، لقتل. هذا هو الفرق. أنا بحييكي سيدة أماني خندقجي، بحيي الأسرة، بحيي باسم خندقجي اللي يعني في رواية رائعة أتمنى إن احنا نعرف نقراها، يعني هذه الرواية كيف سنقرأها نحن يا سيدة أماني؟ طب يبدو ان الخط قطع، لكن اتمنى ان احنا بما ان الرواية خرجت للنور ان احنا نكون قادرون على او قادرين على ان احنا كلنا نقرأ هذه الرواية، قناع بلون السماء. هي رواية رائعة بتحكي حكاية يعني واحد فلسطيني لبس قناع صهيوني إسرائيلي، فبيحاول يشوف الحياة من وجهة نظره، والحقيقة إنه رئيس لجنة التحكيم عن البوكر قال رواية تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى، وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم. والحقيقة إنه اشتبكت فيها وازدهرت جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، توقد فيها النبض الإنساني كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر أفرادا ومجتمعات. باسم خندقجي، رواية قناع بلون السماء، أينما أنت تحية لك، ونتمنى أن يكون من الأسماء التي ستضعها حماس للأسرى الذين يخرجون من السجون مقابل المحتجزين الإسرائيليين في الهدنة التي نتمنى أن تنجح خلال الساعات المقبلة. نتمنى أن يكون اسم باسم خندقجي إلى جوار اسم مروان البرغوثي، إلى جوار أسماء كثيرة نحييها من أسماء المقاومة التي نتشرف بها ونحترمها كثيراً.